بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. في حديثنا اليوم راح نستهدف بشكل أساسي الكلام عن شاشة العرض أو اللوحة البانل اللي قدام منينا ديت. يا جماعة البانل ده بيكون في نسبة كبيرة جدا من الأدوات اللي راح تستخدمها بشكل أساسي في نقط مختلفة، بناء طبعا على مين؟ على النقط اللي راح نتفق عليها وعلى الوقت المحدد لأداء المهمات المعينة. تمام، اوكي، جميل جدا. طيب انا موجود على الكرسي، جاست لما احب اجيت فوكس او اركز او احب انتبه للبانل ده جاست كليك في النص عليه، هلاقي نفسي ركزت بشكل مباشر على كل الكونتنت بتاع البانل ده. طيب اوكي، لو انت كان عندك مشكله في الفيو او في انك تشوف او انك تزوم او كده، ما في اي مشكله ان الكاميرا كنترولز بتدي لك ابيليتيز كتير جدا من انك تحاول تطلع لفوق او تعدل المشهد او تلف راوند حوالين منه او تدخل بزوم او ايا يكن. على كل الناس تعرف كويس خلاص تكنترول في الكاميرا. الجزئيه الثانيه كانت خاصه بان البانل ده انتر اكتف، اللوحه دي كلها انتر اكتف، فيها بيتم تسليم التاسكات وتسليم التكليفات والجروب برين ستورمنج، جلسات العصف الذهني الالكتروني سواء كانت جلسات التدوين بالمجموعات او جلسات مشاركه الروابط او جلسات رؤيه مقطع فيديو واحد للجميع او غيره من النقط، او جلسات التنفيذ الفعلي للتاسكات الموجوده عند الناس الموجوده على كل. يعني البانل ده بيكون فيه نقط كتير جدا من ضمن الادوات اللي راح تستخدمها، والانتر اكتيفيتي بتاعته قايمه على ان هو كونكتد بشكل مباشر بكونتنت مانجمنت سيستم بالتعلم الالكتروني. مثلا انا لو عايز اروح لرينج معين، عايز اروح مثلا لقائمه الاهداف، هضغط على الاهداف ومنها مثلا اهداف المرحله الاولى وده جاست فور تيستينج، فهلاقي اني انا عندي مجموعه كبيره، عندي كل اهداف المجموعه الاولى مقسمه على مثلا على ثلاث جلسات. الجلسه الاولانيه مثلا فيها على ما اظن 9 دروس، الجلسه الثانيه فيها مثلا كده 10 دروس، الجلسه الثالثه فيها ما شاء الله من الدروس، وهكذا. ده بيكون الانتراكتيفيتي في البانر. طبعا الشخص اللي بيحاول يكليك اور يجت لما بتضغط على كليك معين على البانل ده، كل الناس بتبتدي تشوف اللقطه ديت عباره عن ايه، فبالتالي الامر ديت هيكون طبعا بالتنسيق ما بين مجموعات العمل. الكلام ده على الفيونج بس، انما في جلسات العصف الذهني الالكتروني البانل بورد ده راح يكون كليكابل لكل الناس اللي موجودين في السيشن ده. النقطه ديت حابين نأصلها قبل ما ندخل في التفاصيل الزياده. يبقى البانل ده او لوحه العرض دي عليها دور مهم جدا 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 في تكنيكات مختلفه خاصه بالتعلم التعاوني وتكنيكات التعلم التعاوني اللي احنا راح نستخدموها باذن الله مع مجموعات العمل ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.